مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير من قناة السعودية. نرحب بحضراتكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى العاصمة المقدسة عبر قطار الحرمين. الجهات الحكومية تواصل تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. سماء غائمة جزئيا على مشعر عرفات ومنى ومزدلفة، وتوقعات الأرصاد لطقس حار بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الداخلية تضبط نحو 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. أهلا بكم مشاهدين الكرام وإلى التفاصيل. وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، وتقدم منظومة النقل والخدمات اللوجستية خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، حيث يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة بإسطول يتكون من 15 قطار بطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون مقعد، حيث تصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة، وشبكة طرق تصل إلى 453 كيلو متر. كما وصل 548 حاجا وحاجة يمثلون الدفعة الثانية والثالثة من حجاج أسر الشهداء والجرحى والمصابين من فلسطين لمقر استضافتهم بمكة، الذين صدرت لهم موافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافتهم في حج هذا العام. وقدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين على تمكينهم من أداء مناسك الحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات. وقف النائب العام الشيخ سعود المعجب على جاهزية النيابة في المشاعر المقدسة لموسم الحج، حيث قام بزيارة تفقدية لمقرات النيابة بالمشاعر المقدسة، كما وقف على كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام. خالد العمودي الذي عاش أعواما وهو يجاور الحرم المكي الشريف، إذ كان يحلم أن يكون أحد العاملين فيه، إلى أن رزقه الله شرف الخدمة والعمل داخل البقعة الطاهرة. عاش سنوات الطفولة والشباب في منزل عائلته بجوار الحرم المكي الشريف. خالد العمودي الذي كان ملازما للحرم حملته الأماني ليكون واحدا من العاملين في خدمة زوار البيت العتيق. قبل 16 عاما حقق الله له هذه الأمنية، فأصبح مشرفا وعاملا بإدارة التطهير في الحرم المكي. كنت اجي الحرم لما كنت صغير، ايام يعني قبل اكثر من 30 سنه او اكثر من 30 سنه، كنت اجي، كان الشعراوي دي دروس وهذا، كنا نجي بعد الفجر كان دروس وهذا. وبعد كده قدمت، انا كنت ادرس، قدمت انه مؤقتين، اشتغلت مؤقت فتره وبعدين ترسم. يعيش خالد العمودي سعادة غامرة في عمله يدفعه شرف الخدمة وتعلقه الشديد بالحرم وزواره. كل من يحلم أن يشتغل في الحرم في أحسن من المكان ده، والله راحة نفسية. الواحد يجي الحرم هنا يحس براحة نفسية ونفس أنه ما يخرج، بس عاد لازم الحياة لازم تخرج تشوف أهلك وتشوف بزورتك، تعرف ظروف الحياة. إجازات أنا ما أخذها، أقعد فترة طويلة حتى أخذ لو يوم في سنة، قعدت 3 سنين أنا ما أخذ إجازات. يقف يدا بيد مع العاملين الذين يشرف عليهم، مستشعرا عمق المسؤولية ومتعلقا بالتفاصيل الصغيرة في المكان. إشراف عليهم، إشراف ونساعدهم كأننا مع بعض، أعتبر إنه زي مشرف في المجال وفي الرأس. محمد الحمادي،
الحرم المكي الشريف. أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة سياب التي تهدف إلى قياس سيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة ذكاء لقياس الحركة اللحظية، وذلك من خلال طائرات الدرونز التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تفعل لأول مرة في موسم حج هذا العام. للمزيد ينضم إلينا زميلنا مراسل أخبار السعودية خالد الربعي. بداية مساء الخير خالد، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. بلا شك جهود كبيرة تبذلها هيئة النقل في سبيل الوصول إلى انسيابية يعني الطرق وكذلك حركة النقل لضيوف الرحمن. بدي أن تطلعنا خالد والسادة المشاهدين على ما لديك، تفضل خالد. نعم زياد، أهلا بك بالسادة المشاهدين، وأسأل الله تعالى القبول لكم في هذه الأيام المباركة. بالفعل طبعا وزارة النقل أو يعني هيئة النقل الحقيقة دائما ما يعني يكون لها دور بارز مثلها مثل بقية الجهات الحكومية والخدمية التي تخدم ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام منذ طبعا وصولهم إلى منافذ الوصول طبعا الدولية وحتى الداخلية حتى دخولهم إلى منافذ المشاعر المقدسة. أنا أقف هنا منتظرين طبعا بعد قرابة الساعة إطلاق هذه المبادرة انسياب التي تعمل عليها أو ستعمل عليها الحقيقة وزارة النقل، ولأول مرة الحقيقة عن طريق استخدام طائرات الدرون لقياس انسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية في مكة المكرمة الحرم المكي الشريف وأيضا المشاعر المقدسة. طبعا زياد أنا أقف في هذا المكان وهي أحد المحطات المنافذ الداخلة إلى منطقة طبعا الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وهي تابعة طبعا لوزارة الحج الحقيقة. زياد بين زميل غسان المصور تشاهد الآن زياد الحافلات وهي تقف في هذه الكاونترات المظللة الحقيقة، وأيضا يتم فيها طبعا يعني استقبال الحجاج، وأيضا يقف كل حافلة تقف يعني يركب معها مندوب تابع طبعا لوزارة الحج يقوم من خلاله طبعا بعد الحصول على كشف من المطار، سواء من المطار الملك عبد العزيز في جدة، مطار الملك طبعا عبد العزيز في جدة او من المدينة المنورة، فيه اسماء الحجاج طبعا داخل كل باص، يقفوا عند هذا المكان ليكون معهم مرشد خاص طبعا ليركب معهم ويدلهم مكان السكن، بالإضافة الى توفير الحقيقة طبعا هدية بسيطة يقوم بها أو تقدم لكل حاج، وهي طبعا عبارة عن كما تشاهد مشروع السقاية والرفادة لضيوف بيت الله الحرام، هي هدية مبسطة بالإضافة إلى وجود طبعا المرشد داخل هذا الباص لإيصالهم إلى مقر سكنهم عن طريق طبعا أجهزة تقنية حديثة، وطبعا لكي لا يكون هناك أي طبعا شكرا لكي لا يكون هناك أي طبعا مسائل تحكر صفو عبادة الحاج. وزارة الحج هيئت هذه الخدمة ليكون الحاج فعلا متفرغا لطاعته وعباداته. الحقيقة هذا جزء بسيط زياد من الجهود التي تقدم لخدمة طبعا ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. نعم زميلي خالد، بلا شك هي خدمات كبيرة تقدم لضيوف الرحمن. بودي أن أناقش معك خالد وأستثمر وجودك معنا، كيف ترى إنعكاس هذه الخدمات التي تقدم لضيوف بيت الرحمن على راحتهم في أداء نسكهم؟ طبعا زياد أنت تعلم أنه الآن طبعا نحن الآن تقريبا في اليوم السادس، فقط يوم واحد يفصلنا عن بداية نسك الحج. يوم التروية بعد غد إن شاء الله تعالى ستكون من الخالية تماما الآن من الحجاج، ستكون ممتلئة قرابة أو أكثر من 2.5 مليون حاج سيملؤون هذه المدينة التي لا تتجاوز مساحتها 4 كيلومتر
مربع، بالإضافة إلى وجود منشأة جسر الجمرات، بالإضافة إلى وجود المخيمات. الحقيقة يتساءل دائما عن كيف ستستطيع أو كيف تستطيع المملكة العربية السعودية وقوات الأمن، أمن الحج، أن تتمكن من السيطرة على هذه الحشود بمختلف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وحتى أمزجتهم زياد. إلا أن التمرس الذي عليه رجل الأمن السعودي بالحقيقة التعامل مع فن إدارة الحشود والتميز الذي يتمتع به رجل الأمن السعودي، وما الحقيقة العرض الذي تم قبل 3 أيام برعاية طبعا صاحب السمو الملكي الأمير السعود الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، طبعا الحقيقة برز فيها الدور الكبير لرجل الأمن السعودي من خلال عمل بعض الحقيقة الاستعراض وأيضا بعض الحقيقة التدريبات التي تمت أمام الجميع الحقيقة، وشهد لها القاصي والداني بالنجاح الكبير لرجل الأمن السعودي، بالإضافة إلى كما ذكر أمس قيادات أمن الحج في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عصر أمس، وذكروا فيه الاستعداد والجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن. أكدوا بأن رجل الأمن يعمل على مسارين، مسار مهم وهو إنساني وأيضا حفظ الأمن، بالإضافة إلى الحزم مع كل من أراد أن يتعامل مع طبعا أو محاولة تسييس الحج، إلا أن هناك طبعا الحزم سيكون هو مصيره. نعم بكل تأكيد زميلي خالد، وهي جهود تذكر فتشكر. زميلي خالد الربع كل الشكر الجزيل لك، كنت معنا من مكة المكرمة. أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية المتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتجهيز الطرق من خلال مداخلها ومخارجها والمساهمة لتوفير وصول آمن وانسيابي في مختلف قطاعاتها منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري. بداية مساء الخير دكتور علي، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. بودي أن تطلعنا والسادة المشاهدين بحكم اختصاصكم في هندسة النقل والمرور على منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومدى جاهزيتها والتي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن. تفضل دكتور. أهلا وسهلا أستاذ زياد، تحياتي للسادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا نتكلم عن منظومة نقل متكاملة حقيقة، تبدأ من حيث قدوم الحجيج عبر المطارات عبر الموانئ وصولا إلى مقاصدهم في مكة المكرمة ورحلتهم إلى الحجيج عبر أو خلال المشاعر المقدسة، ثم العودة بسلام وأمان واطمئنان إلى بلدانهم. بلا شك منظومة نقل متكاملة، نتكلم عن مطارات، مطار مكة عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الأمير عبد الحميد عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الطائف الدولي. نتكلم على موانئ أيضا، عندنا ميناء جدة الإسلامي، ميناء ينبع التجاري، إضافة إلى ميناء ضبا. بلا شك هي منظومة نقل. نتكلم أيضا حتى على الوسائل النقل حقيقة المتعددة والمختلفة التي ينعم بها الحجيج خلال هذه الرحلة الإيمانية، تتمثل في قطار الحرمين. ونحن نعرف أنه يعني متوقع بحكم طبعا أنه وصل عدد الحجيج أو سيصل إلى ما يقارب 2 مليون حاج هذا العام، وهذا يعني ارتفاع عدد الحجاج لما قبل جائحة كورونا، وبالتالي ضرورة توفير خدمات تنقل على مدار الساعات تتسم بالراحة والسرعة والقدرة على خدمة الحجاج بسهولة تامة. متوقع أن تصل يعني الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين هذا العام إلى 1.5 مليون راكب، أو بلا شك رقم قياسي، مع وجود 5 طبعا محطات للقطار، إضافة لوجود باصات اللي هي الحافلات للتنقل. حقيقة ما يميز تجربة الحج هذا العام هو استخدام حافلات ذاتية القيادة، وهي على ضمن مسار مخصص من عرفة إلى مزدلفة. حقيقة هذه يعني الحافلات حتترسم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعمل لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصلة على بطارية واحدة، سرعتها تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، وهي المرة الأولى طبعا اللي يتم استخدام في هذه التقنية. التقنية هذه طبعا تستخدم الذكاء الاصطناعي والكاميرات وأجهزة الاستشعار المحيطة بها للقيادة دون أي تدخل بشري، وبالتالي سيتم تطبيق هذه التجربة لأول مرة ومن ثم تعميمها
في الأعوام القادمة للحجيج، وربما ستستخدم وسائل نقل مشابهة تماما لباقي مدن المملكة العربية السعودية. اسمح لي دكتور علي، إذا سمحت لي بودي أن أسألك، كيف يمكن تطويع التقنية ومثل ما تفضلت به من ذكاء اصطناعي وغيره، وكذلك التقدم التقني الذي نشهده حاليا، كيف يمكن تطويعها لخدمة النقل والدعم اللوجستي في خدمة الحجيج؟ فعلا هذا حقيقة يعني رؤية المملكة حقيقة في أنه يتم استخدام التقنية وتطويعها وتقنينها لمصلحة كل الفعاليات، وأبرزها بلا شك فعاليات الحج اللي تقام بشكل سنوي طبعا خلال فترة الحج. يعني الآن بإضافة إلى 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 إلى, 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 إلى تقنية الذكاء الاصطناعي تستخدم الحرلة ذات القياد، هناك أيضا سكوتر كهربائي، 1000 سكوتر كهربائي يستخدمهم الحجاج لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن. نحن نعرف تقنية الذكاء الاصطناعي الآن انتشر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، استخدامها الآن في حافلات ذاتية القيادة، وأعتقد هذا استخدام منهج عندما يتم تطبيقه على مسار محدد واضح بين عرفة ومزدلفة للتجربة. طبعا بالمناسبة هذه الحافلة تتسع إلى 11 مقعد يتم فيها استخدام التقنية الذكاء الاصطناعي والكاميرات وأجهزة الاستشعار المحيطة بها للقيادة من غير أي تدخل بشري. حال نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها في أعوام القادمة. كل الأمور المتعلقة بالتقنية مثل تطبيق التوصيل المتعلقة بسيارة الأجرة أيضا سيتم توفيرها للحجيج، وهذا أيضا من ضمن وسائل التقنية يتم توفيرها للحجيج. سيكون هناك طبعا وفرة في هذه الأمور حتى ينعم الحجاج عندما يستخدمون التقنية بتوفير كل هذه الأمور. البدائل المتنوعة هذه والمختلفة عندما تكون لدى الحاج فهذا بلا شك سيجعله يحس بالراحة والأمان. طبعا بلا شك هذا يعني تأتي إلى توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل ما يسهم في راحتهم وسلامتهم منذ وصولهم أرض المملكة وأثناء تأديتهم لمناسكهم حتى عودتهم إلى أوطانهم بالسلام آمن إن شاء الله. نعم، بكل تأكيد الدكتور علي مليباري المختص في هندسة النقل والمرور كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، الآن نترككم مع هذه اللقطات المباشرة من المسجد الحرام في سادس أيام شهر ذي الحجة. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. عملا دؤوب يمثله فريق كشاف التعليم منطقة مكة المكرمة داخل أروقة المسجد الحرام، كوادر بشرية تقدم الخدمات الكشفية لضيوف الرحمن بكل اقتدار، فضلا عن تنظيم صفوف الحجاج داخل صحن الطواف وإرشاد التائهين. الخدمة في الحج والمبادرات لحجاج بيت الله تتجلى خاصة لمن يعمل في خدمتهم، فتقديم الخدمات لضيوف الرحمن لا تقتصر على جهة بعينها. كشافة تعليم منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها المساندة في الحرم المكي. نشارك كشافة وزارة التعليم في موسم الحج لهذا العام بأكثر من 200 كشاف وفتاة يعملون على مدار الساعة في الحرم المكي الشريف. خدمات إرشادية وتنظيمية يقوم بها أفراد الكشافة تطوعياً مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في صحن الطواف، تعكس أصالة الخدمة الإنسانية التي تقدم لمسلمي العالم أجمع. طوال أيام الحج يشارك أفراد الكشافة في خدمة الحجاج داخل المسجد الحرام وساحاته وأروقته، وتختلف أعمالهم بين تنظيم الصفوف وإرشاد التائهين وتقديم المساعدة لكبار السن. من مكة المكرمة محمد شيخ.
وصل الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لتأدية المناسك، حيث تم تخصيص طبيب لكل حاج، وقد تم نقل الحجاج عبر 27 سيارة إسعاف يرافقهم كوادر طبية متخصصة وسبع سيارات للدعم والمساندة، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 45 ألف حاج من إجمالي الحجاج الذين وصلوا المدينة، والبالغ عددهم نحو 833 ألف حاج. تسهم اللوحات الإرشادية والتوعوية المترجمة بعدة لغات في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتستقبل اللوحات الحجاج منذ وصولهم المملكة عبر المنافذ المختلفة، وذلك لتسهيل وصولهم للأماكن والمواقع التي سيقصدونها خلال موسم الحج. كما توضح اللوحات طرق المشاة في الشوارع الرئيسة المحيطة بساحات المسجد الحرام ومخارج الطوارئ في المخيمات، وتحديد الاتجاهات لمختلف الطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر. شهدت غرفة العمليات السبرانية التي تقيمها الهيئة الوطنية للأمن السبراني خلال موسم حج هذا العام إجراء أكثر من 250 تقييما سبرانيا للجهات المشاركة في الحج لقياس المخاطر السبرانية للأصول والأنظمة الحساسة، مع تقديم الدعم والمساندة لتمكين الجهات المعنية من تقديم خدمتها لضيوف الرحمن بكل موثوقية وأمان، إذ يستفيد من التقييمات السبرانية أكثر من 145 جهة وطنية مشاركة في موسم حج هذا العام. تسعى جمعية عابري سبيل إلى توزيع أكثر من 2 مليوني عبوة ماء خلال موسم حج هذا العام، إذ يتسابق الجميع بهذه الأيام الفضيلة على تقديم الصدقات، وأفضلها صدقة سقي الماء. سقي الماء من أفضل الصدقات، ومن أجل ذلك وضعت جمعية إكرام عابري السبيل الخيرية هدفا لها في موسم حج هذا العام من خلال توزيع 2 مليوني علبة ماء، إذ وزعت حتى الآن 500,000 عبوة على ضيوف الرحمن. توفير أفضل جودة من المياه من حيث عناصر المياه ومن حيث قلة نسبة الصوديوم، نقدم السقيا الباردة لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام. في الأسبوع الماضي تقريبا نفذنا ما يقارب 300,000 عبوة ماء. منذ 4 أعوام لم تتوقف الجمعية عن توزيع المياه، وبدأت نشاطها منذ 8 أعوام، وما زالت تسعى لتوسيع نشاط مشاريعها الخيرية. كما أن للجمعية جهود خلال السنوات الماضية في توزيع الوجبات والسقيا لضيوف الرحمن، بلغ عدد المستفيدين في عام 2022 ما يقارب 16,300,000 مستفيد من الوجبات والسقيا. في كل كبد رطبة أجر، وفي هذه الأيام الفضيلة يتسابق الجميع لنيل الأجر وشرف خدمة الحجيج. لطيفة العويض، العاصمة المقدسة. ضخت وزارة المياه أكثر من 1,000,000 متر مكعب يوميا من مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، لتبلغ كميات المياه المخطط ضخها أكثر من 78,000,000 متر مكعب من مياه الشرب خلال الموسم لخدمة ما يقارب 3 ملايين من ضيوف الرحمن على مدار الساعة. يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استعدادا لأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات أسهمت في تيسير إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج إلى مكة المكرمة في وقت قياسي، حيث سخرت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن كل طاقاتها اللازمة لخدمتهم على أكمل وجه في موسم حج هذا العام. كانت جدة التاريخية وما زالت أيقونة
أيقونة مر من خلالها الملايين من المسلمين المتجهين نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وهي الآن تمثل بوابة ثقافية وأحد أهم الوجهات السياحية للعالم أجمع. بين حجر الكاشور الجيري المرجاني وأحجار الجبال القريبة من جدة ومن باب البنط غرباً وباب مكة شرقاً كانت تمشي قوافل الحجاج قبل أكثر من 100 عام، يشاهد فيها الحاج معالم ومباني ومساجد أثرية وأسواق. كانت جدة التاريخية بوابة الحج للواصلين بحراً، ورحلة الحاج فيها غنية وثرية تتزاحم فيها الهوية والأصالة والإرث والتاريخ، لتضع ضيف الرحمن أمام متحف حي بأهله وبمبانيه. هذا الإرث الثقافي كان ولا يزال أيقونة فريدة مسجلة في صفحات التاريخ، وحتى الآن يعد أحد محطات ضيوف الرحمن الباحثين عن الثقافة والتاريخ. خالد المطرفي، جدة. وصل إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الجمعة إلى 833,091 حاجا قدموا عبر المنافذ لأداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج الذين وصلوا أمس الجمعة 8,403 حجاج، فيما وصل عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة إلى قرابة 800,000 حاج. تلعب مراكز الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله دورا هاما في رعاية ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم في المشاعر المقدسة كافة وعلى امتداد رحلتهم الإيمانية. ما شاء الله عليهم من باب السعودية، لما وصلنا الفندق وهم في احترام إنا، المية، التمر، العصير، ما والقهوة، صغير وكبير هاللي فينا، أشهد بالله انهم شفوا وقتوا. بنقدم شكر لخادم الحرمين، وفعلا احنا كثير مبسوطين ومرتاحين جدا. الله يطول عمركم جميعا، الله يخلينا اياكم وان شاء الله بتعنا مره ثانيه. استقبال بالهدايا والورود وحفاوة بضيوف الرحمن، هذا ما يتم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عموما عندما تبدأ قوافل الحجاج بالتوافد على أطهر بقاع الأرض، وتقدم مراكز الخدمة الميدانية للحجيج العديد من الخدمات، من أهمها التوعية والتدريب من أجل أن ينعم الحاج برحلة إيمانية ميسرة، وبرامج الرعاية الصحية لمتابعة الحالة الصحية للحاج. البرنامج كامل ومتكامل عن طرق اتخاذ الأماكن السليمة في المشاة، الطرق بالإرشادات موجود فيها الإرشادات، البرنامج يهدف أيضا بالصور لإرشادهم إلى الأماكن الصحيحة التي يرتادها الحاج وعدم مخالفة الأنظمة المرورية. أيضا البرنامج يهدف إلى إبراز أهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود في الحج الآمن بإذن الله. تلعب مراكز الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله دورا هاما في رعاية ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم في كافة المشاعر المقدسة وعلى امتداد رحلتهم الإيمانية. زاهر المالكي، مكة المكرمة. يستأنس زوار المدينة المنورة من حجاج بيت الله الحرام بزيارة المسجد النبوي مع إطعام حمامها الذي يطوف محيطها في مشاهد تعكس الألفة والسكينة في أطهر بقاع الأرض. يا حمام الشوق وديلي. دون خوف أو حذر يرسم حمام المدينة المنورة لوحة من السعادة مستقبلا بها ضيوف الرحمن على جنبات المسجد النبوي وأمام ساحاته. بستعجب في حكمة الخالق سبحانه وتعالى
لأن أجعل طير مثل هذا ينزل ويهبط ليتلف الحب حبا في الله وفي عباد الله الذي هم يأتون إليه بالطعام، لأنه ربنا سخر كل شيء لكل شيء وشخر هذا لهذا. أسعد حاجة أن أنا أكل الحمام والحمام يتلف حوالي عشان يقول إيه يا حمام الحمح، يا حمام لف وتعالى تاني، يا حمام الحمح أنجلك كل سنة. حمام الحمح أنجلك كل سنة. تلامس زيارة المدينة المنورة حواس حجاج بيت الله الحرام في أيام معدودة تسبق توجههم إلى الأراضي المقدسة. ما فيش بعد كده فرحة ولا بعد كده سرور في الدنيا كلها، آخر حاجة وأحسن حاجة، أحسن من الولاد وجوازهم وأحسن من الدنيا كلها كلها. أسعد حاجة إن أنا جيت هنا، فرحة فرحة سعيدة. اتكلمي يا حاجة، انا يعني يا حاجة. احنا يعني فرحانين موت ان احنا جينا ان شاء الله المدينه، واحلى ايام واسعد ايام والله شفناها في المدينه ان شاء الله، وعبال الناس كلها يا رب تتوعد، يا رب الناس كلها تتوعد يا رب زي ما احنا توعدنا يا رب. طبعا فرحه ما كناش متوقعين ان احنا نقبل الزياره ديك، والحمد لله ربنا كتبها لنا، وهنا الامور ماشيه كويس جدا والفندق كويس جدا والناس في الحرم كويسين. صور تبقى في الذاكره اذ يحلق حمام المدينه بين ايدي ضيوف الرحمن شاهدا على حكايات شوقهم. فدوى مطبقاني، المدينه المنوره. عاماً تلو الآخر يحظى موسم الحج بابتكارات تقنية بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعم الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا أكدت تسخير جهودها لخدمة الحجاج فضلاً عن الشراكة بينها وبين الأمن العام في تطويع الذكاء الاصطناعي لإدارة الأنظمة الأمنية، بما يحقق مستوى عال من الخدمات التي تقدم للحجاج. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. منذ 1700 عام قرية المسجد التراثية في عسير تعد من طرق الحج اليمني ومحطة استراحة للمسافرين. أهلا بكم مشاهدين الكرام، للحديث أكثر حول الجهود التي تقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لخدمة الحجاج، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أستاذ نظم المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المطرف. بداية مساء الخير دكتور، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. بودي أن تطلعنا والسادة المشاهدين كيف يمكن لنا تطويع التقنية، وكذلك كيف يمكن أن نرى انعكاس الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات من خلال راحة خدمة الحجاج في أداء نسكهم. تفضل دكتور. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي على محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة العالمين. أولا صادق التحايا والتبريكات والتهاني بهذه العشر المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكون موسم الحج موسم إن شاء الله آمن، وموسم إن شاء الله تعالى خير وبركة، وموسم إن شاء الله استقبال ضيوف الرحمن، وأن يعدوا مناسكهم على خير وجه على أكمل مسيرة بإذن الله. ندخل الآن لقضية التقنية واستخدامها في عالم أو في الخدمات بصفة عامة. سنكتشف أن سدايا مشكورة مأجورة قدمت لنا أروع وأمثل، ضربت أفضل المثل في قضية استخدام التقنية وتطويعها لصالح الخدمة الإنسانية والبشرية، وهذا ليس بمستغرب في مثل هذه الظروف التي تهيئ فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة السبل والإجراءات والتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن واستقبالهم على أكمل وجه. هذا فضل الله عز وجل أولا، ثانيا ثم بخدمة ويعني الدعم اللامنقطع من حكومة خادم الحرمين الشريفين لكافة قطاعات الدولة. سدايا على قائمة هذه الجهات التي تدعم مثل هذه التقنيات، تدعم مثل هذه التوجهات، مشكورة مهجورة تقدم لنا يوما بعد يوم نماذج لرقمنة الحياة وتسهيل وإجراءات سير العمل على كافة الصعد، خصوصا وتحديدا لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم. ولسنا ببعيد عن يعني
السفر إلى مكة أو مشروع زيارة مكة الذي يأخذ المسافر والمعتمر والحاج من بلده من مطار خاص وخدمات خاصة مميزة وينقله مباشرة إلى المشاعر ويعود سالما آمنا مطمئنا. أضف إلى ذلك استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تحديد أولويات المشاعر وأهمية تتبع الخدمات بشكل آلي ومنتظم. يضاف إلى ذلك كمية أيضا الخدمات الرقمية التي نراها ونشهدها على مستوى المواطن والمقيم في خدمة زيارة المشاعر المقدسة. التطبيقات التي قدمتها لنا سدايا كثيرة جدا وتذكر ثم تشكر عليها ويشكر عليها القائمين، ونخصهم فيها بالدعاء إن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعطون كما وعدونا وعودونا أن نرى منهم دائما الأجمل والأفضل. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي اليوم هو لغة العصر وهو لغة الآلة وهو الذي نستطيع من خلاله تذليل الصعاب وتقديم التوصيات الإيجابية التي تخدمنا في كافة مناحي الحياة. ولا شك أن أهم مناحي هذه الحياة هي زيارة بيت الله المحرم وزيارة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المشاعر المقدسة التي أسأل الله عز وجل أن يتقبل مسعى وما يؤديه ويقوم به القائمين على استقبال ضيوف الرحمن. هذا بكل تأكيد. أما التفصيل فلعل ما نراه إن شاء الله ونشهده بأنفسنا ويراه القادمون هو خير شاهد ودليل لما يقدم من إيجابية باستخدام التقنية. بكل تأكيد، كل الشكر الجزيل لك دكتور عبد الرحمن المطرف، كنت معنا أستاذ نظم المعلومات من جامعة الملك سعود. اختتمت وزارة الإعلام بجدة النسخة الثانية من أعمال واحة الإعلام الخاصة بموسم حج هذا العام، إذ قدمت على مدى 3 أيام أعمالا مختلفة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، كما مكنتهم من الاطلاع على جهود المملكة لخدمة الحجاج منذ تأسيس المملكة إلى موسم حج هذا العام بمشاركة أكثر من 200 إعلامي ونحو 50 وسيلة إعلامية. وعن حالة الطقس في المشاعر المقدسة، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسا حارا بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وستكون درجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة مئوية، وسماء غائبة جزئية على مشعر عرفات ومنى ومزدلفة. أما الآن فينضم إلينا عبر الهاتف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد زميلنا عقيل العقيل. بداية مساء الخير عقيل، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. عقيل، أطلعنا والسادة المشاهدين على الأحوال الجوية وحالة الطقس التي ستكون في مكة خلال هذه الأيام وخصوصا في المشاعر المقدسة، تفضل عقيل. أهلا وسهلا زياد، بسم الله الرحمن الرحيم. أحدثكم المشاعر المقدسة، حيث تصل درجات الحرارة أو سجلت المركز الوطني للأرصاد سجل درجات حرارة عظمى وصلت في عرفات إلى حدود 47 درجة مئوية، وكانت أقل من ذلك في منى. من المتوقع ويتوقع المركز الوطني للأرصاد إن شاء الله تعالى أن تكون الأجواء خلال هذا اليوم مستقرة، السماء صافية وخالية من الغيوم، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة. ستتراوح درجات الحرارة حتى ساعات المساء ودرجات الحرارة الصغرى بحدود 30 أو 31 درجة مئوية في المشاعر المقدسة. ستنخفض درجات الحرارة حسب المؤشرات الأولية من المركز الوطني للأرصاد يوم عرفة بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية غربية، قد تكون مثيرة لبعض الأتربة والغبار الخفيف، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 حتى 44 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. نعم زميل عقيل، تحدثت عن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ماذا عن المدينة المنورة؟ هل سيكون هناك يعني اختلاف كبير في درجات الحرارة أم تقريبا الطقس مقارب؟ الطقس إن شاء الله في المدينة المنورة متوقع أن تكون الأجواء مستقرة بشكل عام، ودرجات الحرارة أعلى درجات حرارة متوقعة إن شاء الله تعالى بحدود 43 درجة مئوية والصغرى بحدود 29. نسب الرطوبة المتوقعة منخفضة، وهذا مؤشر جيد لأن كلما انخفضت نسب الرطوبة كان الإحساس بدرجات الحرارة يكون أقل من المسجل
للحدود المسجلة فعليا، لكن لو زادت نسب الرطوبة الجوية سيكون درجات الحرارة أعلى من المسجلة فعليا. الرياح بوجه عام تكون غربية لشمالية غربية إن شاء الله تعالى بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة. الطريق الرابط ما بين المدينة المنورة حتى مكة المكرمة به بعض الأتربة الخفيفة والمثارة بسبب حرارة الطقس في ساعات الظهيرة، ومن ثم مع المساء إن شاء الله تنخفض درجات الحرارة ويبقى الطقس مستقر بوجه عام. نعم، كل الشكر الجزيل لك زميلي عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد. قرية المسقي التراثية عراقة حضارية تعاقبت منذ 1700 عام، فهذه القرية تعد من طرق الحج اليمني ومحطة استراحة للمسافرين. قديما كان الحجاج عند قدومهم إلى مكة يمرون بعدة طرق وقرى، وكل واحد من هذه الطرق يسمى طريق الحاج. ومن أشهر الطرق والقرى التي تستضيف الحجاج هي قرية المسقي في منطقة عسير. المسقي تقع على طريق الحجاج وعلى طريق التجار وعلى طريق القوافل التي تأتي من جنوب المملكة ومن اليمن. هنا طريق في الجهة هذه يأتي من عقبة تسمى عقبة القرون، تأتي من تامة، ينزلون حتى يصلون إلى الطريق المؤدية إلى القرية في هذا المكان. جامع المسق الأثري يقصده الحجاج قبل وصولهم إلى مكة لأخذ قصد من الراحة أثناء السفر، فأهالي قرية المسقي يستقبلون الحجاج ويستضيفونهم أياماً لإكمال سفرهم. وإكرام النزلاء ليس لمقابل مالي أو معرفة مسبقة بالنزيل، بل تقدم لوجه الله. إنهم يأتون من عقبة القرون ثم يدخلون القرية من ممراتها حتى تصل أو يصلون إلى الجامع. الجامع يوجد به غرفة منزالة مأخوذة اسمها من النزول لينزلون فيها، سواء من الحجاج أو من الزوار لهذه القرية أو من العابر السبيل. يقدم لهم فيها كرم الضيافة ويجلسون يوم أو يومين، من هم من يمرض ويقومون بتمريضه حتى يشفى أو يموت. إن وجود المنزالة بصفتها تقليدا من تقاليد عمارة المساجد في منطقة عسير يعبر عن مركزية الكرم في ثقافة الإنسان. من قرية المسقي سماح الدرع. مشاهدينا الكرام، الآن نترككم مع هذه اللقطات المباشرة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة في سادس أيام شهر ذي الحجة. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اجتماعا لمناقشة إقامة ملتقى تعزيز المبادرات المجتمعية بالمنطقة، الذي يعد أحد مبادرة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. واستمع سموه إلى شرح موجز من الأمين العام للجائزة عن أهداف الملتقى وبرامجه وفعالياته، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات ومثمنا اختيار جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز لمنطقة القصيم لإقامة هذا الملتقى الوطني.
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أشاد بالأدوار المميزة التي تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في مؤازرة منظومة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة اللواء الطبيب أحمد البريدي، الذي قدم لمحة عن المنظومة الطبية العلاجية والإسعافية التي يقدمها المركز الموسمي، واستعرض الخدمات التشخيصية المساعدة في المركز الذي يشرف على تشغيله أكثر من 284 موظفا من الكوادر الصحية وغير الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى المتطوعين. كما دشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة وقف حياة لغسيل الكلى، وذلك بطاقة تشغيلية تشمل 500 مستفيد شهرية من خلال 55 وحدة وعيادة استشارية متخصصة. يأتي الوقف ضمن مشاريع الجمعية الهادفة إلى توفير الخدمات العلاجية والرعاية الطبية لمرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات الجمعية. كما دشن سموه عيادة خدمات الأشعة السينية المجهزة في العربة المتحركة، والتي تساعد على سرعة التشخيص للمستفيدين بالمنطقة. وصل فخامة رئيس بنغلاديش الشعبية محمد شهاب الدين إلى جدة لأداء مناسك الحج، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. نظمت جامعة الجوف حفل تخرج الدفعة 17 لتدفع بهذا الاحتفال بنحو 5000 خريج وخريجة من مختلف التخصصات لسوق العمل برعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز وحضور الأهالي في المدينة الجامعية. تخرج جامعة الجوف نحو 5000 طالب وطالبة في الدفعة 17 من مختلف التخصصات والكليات، منهم خريجو مرحلة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم التأهيلي وبرنامج المنح لطلاب الدول العربية والإسلامية. حفل الجامعة برعاية أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز شهد حضور الأهالي وأولياء أمور الخريجين، وتوج خلاله أمير المنطقة الطلاب الحاصلين على أعلى معدلات التحصيل الأكاديمي في مختلف التخصصات. هذا الحفل حقيقة المميز والبهيج والنوعي والذي تحتفي به الجامعة ولأول مرة في تاريخها للطلاب والطالبات في حفل واحد، ولله الحمد والمنة. سعدنا كثيرا وكان الحضور كبير ولله الحمد. سعدنا برؤية فرحة أولياء الأمور والأباء والأمهات، سعدنا أيضا بتواجد الأطفال بين الجمهور والفعاليات المصاحبة لهذا الحفل التي كانت ابتداء من بعد صلاة العصر حتى نهاية الاحتفال. الجامعة مع تعب الوالد معي دعواتهم، دعوات والدتي الأم والأبو دعواتهم الحمد لله والشكر، ما يعني ما احنا بدونهم ولا شيء، يا رب لك الحمد. الحمد لله، كانت 4 سنوات صعبة لكن قضيناها، تخرجنا من هذا التخصص الإنساني العظيم، الله يعيننا على يعني ننفع فيه وينفعنا. كانت سنوات صعبة لكنها حلوة، الحمد لله خلصناها. جامعة الجوف تسهم في دفع خريجيها لسوق العمل وإلى خدمة الوطن بمختلف المجالات، حيث حملت هذه الدفعة تخريج 300 طالب في درجة الماجستير، وما يزيد عن 4600 طالب في درجة البكالوريوس، ونحو 60 خريجا في الدبلوم التأهيلي، و70 خريجا لبرنامج المنح لطلاب الدول العربية والإسلامية. عبد الرحمن الإبراهيم، الجوف. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط نحو 12,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 493 شخص، بالإضافة إلى تورط 8 أشخاص في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
احتفلت المملكة باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية والذي يصادف 14 من شهر يوليو من كل عام بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. نظمت بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية والذي يوافق 24 من يونيو في كل عام بمشاركة المندوب الدائم للمملكة وعدد من سفراء الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. سعيدة جدا بتواجدي اليوم في احتفالية وفد المملكة العربية السعودية والذي لا يأتي فقط تقديرا وتكريما لدور المرأة السعودية ولكن يأتي أيضا من باب الاعتراف بجهودها وخبراتها المتراكمة في تقوية وتطوير وتنويع السياسة الخارجية للمملكة على وجه الخصوص. المرأة الدبلوماسية السعودية أصبحت حاضرة وبقوة في هذا المجال وهي جزء من النسيج الدبلوماسي سواء في المجال الثنائي أو المتعدد. والمملكة من الدول الراعية لمبادرة اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية. الاحتفال يؤكد أن المرأة السعودية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج العمل الدبلوماسي وصنع القرار السياسي في المجال الثنائي ومتعدد الأطراف. إذ تزيد نسبة النساء السعوديات العاملات في السلك الدبلوماسي عن 20% ولا تزال قابلة للزيادة. كنا سعداء بدعوة بعثة السعودية للاحتفال بيوم المرأة الدبلوماسية للتركيز على وجود المرأة في هذا المجال. نحتفي اليوم باليوم الدولي للمرأة الدبلوماسية وبخاصة هنا المرأة الدبلوماسية السعودية التي تمكنت من الوصول إلى أعلى المناصب في السلك الدبلوماسي. يذكر أن المملكة كانت من الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء بالمرأة العاملة في السلك الدبلوماسي. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات فاغنر بالرد الحاسم تجاه ما أسماه بالتمرد وطالب بوتين قوات فاغنر بالتوقف عن الجريمة بحق الروس مؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيدافع عن روسيا ضد الخونة على حد وصفه وشدد على أهمية تضافر الجهود والتكامل بين جميع القوات لحفظ الأمن وأن الرد سيكون حاسما تجاه هذا التمرد. هذا وسيطرت قوات فاغنر على المنشآت العسكرية في روستوف الروسية جنوب العاصمة موسكو، كما سيطرت قوات فاغنر كذلك حسب مصدر روسي على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونينج على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو. للحديث أكثر حول الأحداث الجارية في روسيا ينضم إلينا عبر الهاتف زميلنا مراسل أخبار السعودية طلال محمد فهر. بداية مساء الخير طلال، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. تبدو الأحداث في هذه الأيام أكثر ضبابية من حيث يعني في الداخل الروسي، قوات فاغنر التي كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع القوات الروسية أصبحت اليوم تقود تمرد ضد الروس. هل يمكن لقوات فاغنر أن تشغل الروس وبوتين عن الحرب القائمة حاليا لهم مع أوكرانيا؟ في الواقع قوات فاغنر زياد خرجت من المناطق الأوكرانية باتجاه مدينة روستوف على الدون حيث تقبع قيادة القوات الجنوبية وتوجهت شمالا عبر الأراضي الروسية إلى مدينة فورونيج، ثم خرجت منها بعض هذه القوافل لتصل إلى مدينة ليبسك حسب آخر المعطيات وتستمر في التوجه نحو العاصمة الروسية موسكو. لكن كل هذا لن يؤثر على العملية العسكرية في أوكرانيا حيث تقوم هناك القوات الروسية بمساعدة الوحدات الأخرى من القوات الشيشانية وغيرها بصد الهجمات الأوكرانية التي قامت بالفعل باستغلال الذي يجري بين القوات الروسية وقوات فاغنر. هذا الخلاف استغلت لمحاولة إعادة مدينة باخموت إلى السيطرة الأوكرانية. الرئيس الروسي اعتبر أن ما قام به بريغوجين من تحرك مخالفا لجميع القواعد والقوانين الروسية واعتبره أيضا خيانة، سيتم الرد عليها بحسم.
بريغوجين بالطبع تلقى الأنباء التي تحدث عنها بوتين وقال بأن الرئيس مخطئ في تقديراته حسب المعطيات التي تصله، ويقوم وقواته تقوم ب عمليا رد الاعتبار، خصوصا بأنه اتهم القوات الروسية بضرب مواقع لقوات فاغنر بالصواريخ ثم بالطائرات المروحية ثم بالمدفعية، الأمر الذي تنفيه طبعا وزارة الدفاع الروسية. نعم، إذا سمحت لزميلي طلال، بودي أن أعرف المشاهدين ما الشرارة التي جعلت قائد قوات فاغنر وقوات فاغنر تقود هذا التمرد والآن يطالب بلقاء يعني مع وزير الدفاع كذلك؟ كما أخبرتك منذ قليل أخ زياد، قد تعرضت القوات قوات فاغنر إلى قصف بالصواريخ، تلاه ضرب بالطائرات المروحية ثم بالمدفعية، ما أوقع بين صفوف قوات فاغنر عشرات القتلى، ما دفع بقائد مجموعة فاغنر بريغوجين إلى التوجه مع كامل قواته الذين يبلغ تعدادهم حوالي 25,000 للخروج من الأراضي الأوكرانية متوجهين إلى روستوف على الدون، حيث كان يتواجد وزير الدفاع الروسي، لكن وزير الدفاع الروسي كان قد غادر روستوف متوجها إلى موسكو، وبالتالي قام بريغوجين مع قواته بالتوجه إلى موسكو عبر قوافل مديدة. نعم. إذا سمحت لي زميلي طالب، ودي بإيجاز أن نعرف ما السيناريوهات المتوقعة أمام الرئيس بوتين في هذه الأزمة بإيجاز إذا سمحت. نعم، في الواقع الرئيس بوتين قال بأنه سيتم الرد على تحركات بريغوجين بحسم، وأن الحل الوحيد أمام هذه القوات هو الاستسلام أو سيتم القضاء عليها، وسيكون هناك توجه ليكونوا أمام القانون وأمام الشعب ليتم حسابهم على ما قاموا به. نعم، إذن جبهة جديدة أمام الروس وأمام بوتين. كل الشكر الجزيل لك زميلي طلال محمد فهر، مراسل أخبار السعودية، كنت معنا من موسكو. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت. تذكير بالعناوين: طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى العاصمة المقدسة عبر قطار الحرمين. الجهات الحكومية تواصل تقديم خدمتها لضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. سماء غائمة جزئيا على مشعر عرفات ومنى ومزدلفة، وتوقعات الأرصاد بطقس حار بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الداخلية تضبط نحو 12,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. مشاهدينا الكرام، وصلنا بهذا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، مني ومن كافة الزملاء في الأخبار كل الشكر لكريم المتابعة. في أمان الله.